يعني ايه تمنعي علاج كيماوي عن واحدة مريضة؟ جرعة. ثواني يا ماما لو سمحتي، يعني ايه مفيش جرعة؟ بعد اذنك، بعد اذنك يعني. ليه ليه؟ مش هي قادره اعملها. معلش هي تعبانه وبتلف من بدري. ماليش فيه. لا لا مش هي علي صوتها بتكلمك. لا لا عن هي تعبانه. لو سمحتي انا بكلمك. انا مش قادره اتكلم. يعني ايه تمنعي علاج كيماوي عن واحده مريضه؟ اشتكيني. اشتكيكي؟ اه روحي اشتكيني. حاضر انا هشتكي. اشتكيني مفيش جرعات.